السلام عليكم. نبدأ المجموعة اليوم، المجموعة السادسة من المحاضرات. طبعا أول جزء في المجموعة دي اللي هو some writing tips، يعني في بعض الملاحظات أو بعض التوصيات نقدر نقول اللي هي مستخدمة يعني بطريقة أكثر من غيرها. تو حنتعرف عليها بالذات في قصة المراجع، يعني كيف تكتب مراجع. لما جينا نشوف هنايا المراجع، هارفرد، طريقة هارفرد تساعد كثير في عملية ربط الجمل داخل النص. يعني مثلا هذا النص هدايا تشوف فيه انتم بالنسبة للجملة مكتوبة باللون الأبيض، والمرجع مكتوب او مجموعة المراجع دي مكتوبة باللون المخالف، على الأقل باش تعرف كيف ان الريفرنسز كيف نقدر نستخدمها في ربط الجمل. يعني تشوف احنا الجملة مثلا الثلاث سطور الاولاد بعدين فيه المرجع اللي هو رايموند، مثلا رايموند 1999، بعدين نجي نشوف نربط الجملة الثانية بعدها باش نذكر المرجع في البداية والسنة النشر. طبعا معروف هذه تكلمنا عليها المرة اللي فاتت. اذا كان طبعا قلنا احنا المرجع في اخر الجملة أو في آخر الجملة ينكتب بين قوسين، الزوز ينكتبوا بين قوسين اللي هو اللقب وسنة النشر زي ما في الجملة الأولى الآن اللي أمامنا هي. لو بدينا احنا الجملة بالمرجع نفسه يكون اللقب خارج الأقواس، زي ما هنا مثلا أرمسترونغ 2001 stated that the primary aim of قال كذا 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 كذا، يبقى هنا ربطنا الجملة الأولى بالجملة الثانية عن طريق مرجع. يعني ممكن نستخدمها في ان احنا نربط به. هذه واحدة من ميزات الهارفرد سيستم. اوكي، ممكن نقول مثلا in the same context، يعني في نفس السياق قال كذا كذا كذا، قال او ناقش او جادل كذا كذا كذا. هذه كلها عملية ربط in the same context، يعني واحدة من الكلمات اللي تستخدم او العبارات اللي تستخدم في ربط الجمل مع بعضها داخل النص. يعني هذه واحدة من الأمثلة. يعني التبس معناها احنا بناخذ أمثلة أو نماذج من عملية الكتابة أو في المرجع بشكل عام أو في الكتابة. Many references، لما يكون عندك أنت مجموعة، يعني عندك فكرة وهذه الفكرة اتفق عليها وذكرها الكثير من الكتاب اللي هم انت درستهم، سواء في اوراق بحثيه والا في ارتكلز والا في كتب ولا في ندوات ولا يعني اي نوع المصدر كان. هؤلاء الناس هذوما اتفقوا عليه جمله معينه او اتفقوا عليه قضيه معينه. فهذا الاتفاق انت ممكن تذكره، يعني مش يعني يفضل انك انت تستخدم يعني مجموعه من المراجع اذا كان هم اتفقوا عليها. اولا لان هدية لما تكتب عده مراجع على قضيه معينه اتفقوا عليها على مدى سنوات او مدى مده زمنيه مختلفه، هذا يدل اولا على ان هناك اتفاق عبر هذه الحقبات الزمنيه وهذه الفترات الزمنيه على أن هذه القضية ما زالت موجودة وتتداول بنفس الطريقة. إذن أنا نشوف الآن عندي مجموعة من المراجع اللي هنايا. فلو تلاحظوا هنايا مثلا المرجع الأول كان في 1999، المرجع الثاني كان في 2003 بعده مباشرة، الثالث هذا كان قبله في 91، اللي بعده حتوه بعد 99 وهكذا. إذن في هذه الفترات الزمنية هذو البحاث وجدوا أن القضية اللي تكلموا عليها هنايا هي نفسها. هذا يؤكد أن هذه القضية لم يتغير فيها شيء. هذا بالدرجة الأولى. درجة ثانية تأكيدا على أن هذه القضية تعرض لها الكثير من المهتمين والكتاب، وهي طبعا تعتبر مهمة. رابع حاجة يعني هذا تصديق قوي لوجود هذه القضية، فبالتالي تعتبر معيار قوة لهذه القضية أو هذه المشكلة أو هذه النظرية والله أي حاجة أو whatever، يعني اللي موجود في الـ references اللي أنت لقيتها أو المراجع اللي أنت لقيتها. يبقى
وجود عدد من المراجع بسنوات مختلفة له فائدة كبيرة جدا زي ما ذكرنا. هذا لما يكون عندك أنت شنو؟ لما يكون عندنا many references، عدد من المراجع متفقين على شيء واحد. الاقتباس كلمنا عليه احنا، الاقتباس مشروع طبعا، انك انت تاخذ الاقتباس، والاقتباس هو عبارة عن انك انت نقل المادة العلمية كما هي او كما صاغها الكاتب الاصلي نتاعها، كما صاغها كما هي. وبالتالي حكينا احنا قلنا حتى الاقتباس امتى احنا نقتبس؟ لما نلقى ان اكثر شيء لما نلاحظ ان هذه الجملة من الصعب انك انت تصيغ، هذه رقم واحد. رقم اثنين، إذا تمت صياغتها خوفا من أن هي تفقد جوهر المعنى متاعها أو تفقد الهدف من وضعها، وبالتالي القارئ يفهمها بشكل غير الذي أراده الكاتب. يعني في هذه الحالة أو هذه الحالتين مثلا الأساسيات أنها لازم تأخذ كوتيشن. كوتيشن اللي هو نقل المادة العلمية كما هي زي ما كتبها المصدر بالضبط أو الكاتب بالضبط في المصدر اللي انت تحدث منه. طبعا هذه فيها سمة يعني او فيها جانب ان الطلبة عادة او البحاث مجموعة او يعني مش كلهم لكن في كثير منهم مثلا انه يستسهل عملية الكوتيشن على الصياغة، لان الكوتيشن يقول لك والله خلاص انت نسخ لصق خلاص ما عاد في مشكلة، والصياغة بتتعبك أنت وتحاول توجد كلمات وتحاول تفهم المفهوم وتعبر عليها بطريقتك أنت، فيلقى عملية الكوتيشن هذه أسهل لها. وتكلمنا عليها المشكلة هذه أنت، لأنها حتى في بعض الجامعات أو بعض مؤسسات التعليم العالي اللي فيها أبحاث واللي فيها تعمل في مشاريع تخرج وكذا، هدية عادة تحدد في ضوابط لعملية الكوتيشنز، في اللي 10% في اللي 20% في اللي 25% من النص كامل، يعني لا المفروض لا يتجاوز هذه النسبة. نيوي أنا من وجهة نظري كل ما كانت الاقتباسات قليلة كل ما كان أفضل، لأن هذا يشجعك أنك أنت تعبر بوجهة نظرك أنت، تعبر بكلماتك أنت، تعبر بتفكيرك أنت، حتى أنك أنت ممكن تشرحها بطريقة هي الفكرة. لكن الصياغة لما عندنا إحنا مثلاً 10 أشخاص ثلاثة منهم خدوها كوتيشن وسبعة منهم داروا بارافريز اللي هي صياغة، الصياغة تتيح لهالمجموعة هدية أن هي يكون فيها إثراء لعملية الفهم، يعني أنت فهمتها بطريقة ووضحتها بطريقة تختلف عن الآخر، ها؟ وبالتالي أنت أثريت هذه القضية من جانب آخر اللي هو الجانب المهم اللي هو جانب الفهم والشرح. انت شرحتها بطريقه افضل، انت اعطيتها مثلا حقها في التعبير احسن وهكذا. وبالتالي عمليه البارافريزنج متحركه، يعني ديناميكيه فيها تجديد. لكن الكوتيشن تقول زي ما هي، يعني زي ما حطيتها زي ما موجوده. ولهذا يشجع الطلاب والبحات على انما يصيغوا الواحد ولا يستغلوا عمليه ان مسموح بعمليه الكوتيشنز لكن الى حد معين فقط. وهذا علاش قلت لكم ان لابد يكون فيه نسبه مئويه في المشروع نتاعك للكوتيشنز او للاقتباسات. وحنا نشوف هنايا مثلا في طبعا في بعض حسب السيستم اللي موجود في المؤسسه اللي هي متبنياتها كسيستم للمراجع، نشوف هنا مثلا الكوتيشن هو اذا كان هو يعني 4 سطور فما فوق لابد ينحط في وين يتم فصله على التكست على النص الرسمي، يعني النص نفرض انه في الورقه البحثيه او في المشروع هذا النص الابيض اهو، هذا يعتبر النص. هنا طبعا هنا موجود الريفرنس، هذا الريفرنس قال بعدين واحد ثاني زي ما قلنا احنا عمليه ربط، هذا ريموند وهذا اي ارمسترونج 2001، بعدين حطينا البيج قلنا في الكوتيشنز قلنا لازم تحط البيج او الصفحه اللي انت اقتبسها defined it as، يعني عرف القضية اللي هي موجودة هنا عرفها كمنه، خدينا احنا زي ما قال السيد أرمسترونغ هذا بالضبط هنا حطيناه. يعني هنا تقريبا 3 أسطر وشوية، يعني 3 أسطر ونص إلى احنا نقوله 4، المهم يعني في الحدود 3 أسطر ونص إلى ما فوق. هدايا لازم انك انت تفصل عن النص الآن
وتاخذ المارجنز اللي هي الهوامش تدخلها شويه لداخل تكون اقصر من هذا في هارفرد، اقصر من النص الاصلي بحيث انه يبان. اول ما تشوف اول واحد اللي قاري بيشوف الورقه يبان عليه ان هذا ايش، ان هذا اقتباس. الى جانب اخر انك تحط بين علامات تنصيص، هذه معروفه هي صغيره هذه، وتعملها ايطاليك. ايطاليك يعني مايله، هنا في اي موجود فوق في الوورد، هذيك دير تضليل للنص هذا وتدير له ايش ايطاليك. طبعا في اللي يكتب فيه بطريقه النص ممكن اقل شويه، لكن انا افضل ان يكون نفس الفونت، يعني 12 12 14 14، لكنها مايل. وإذا كان مثلا في سبيس ونص هو ما بين اللاين واللاين، وما بين الخط والخط، ما بين السطر والسطر في الكتاب في النص بشكل عام، في الاقتباس يفضل أن يكون سبيس واحد بس، يعني لاصق لبعض. أوكي، فهذه هي واحدة من النصائح اللي ننصح بها، أن كيف تكتب أنت، كيف تكتب كوتيشن أو اقتباس داخل النص. إذا كان هو سوري، إذا كان تو نشوفه بعدين، إذا كان هو أقل من 3.5، يعني سطرين أو سطر أو يعني something like this، تكتب بنفس الخط متاع النص، متاع النص الكامل، يعني حتى الهوامش نفس الهوامش لهنايا تكتبه. إذا كان هو أقل من 3 سطور وتكتب علامات تنصيص وتكتب إيطاليك، وتكتب طبعا نفس الشيء هنا المرجع والرقم الصفحة، وبعدين تكتب الواحد داخل يعني الفرق بين أن المارجنز أو الهوامش يكونوا دسام، يعني نفس الشيء، يعني يوصل لهذا الأصل لهنا. أوكي، يعني هذا الشكل. الآن بنشوف هنا مثلا، يعني طبعا تكلمنا على النقاط، لما أنت تحط قائمة أو مجموعة نقاط مع بعضها، انك انت بترقمها او بتدير بولتس اللي بتدير نقاط، او بترقمها 1 2 3، وقلنا ما الفرق بيناتهم الزوز، احنا قلنا هذيك الواحد 2 3 يدل على الترتيب، يعني لازم تكون 1 قبل 2 و2 قبل 3 وهكذا. لكن النقاط هنا لا تعني الترتيب، او لا يعني ما يهمش الترتيب، يعني ممكن تحمل نفس الاهميه هذه النقاط، سواء رتبتها ولا ما رتبتهاش، هي مهمه كلها، يعني نفس الاهميه. لكن هذيك ممكن في الترتيب، وممكن في العملية التراتبية، يعني 1 2 3 في نفس الوقت الأهمية، يعني تعكس الأهمية أيضا، رقم 1 أهم لأن رقم 2 وتوقع رقم 1، إذا ما درتش رقم 1 معناها رقم 2 ما يصيرش منها، وهكذا. لكن هنا طبعا لما احنا نبو ناخذ اقتباس لنقاط نفس الطريقة، قال هنا مش مكتوبة طبعا، مش مكتوب البيج، يعني المفروض ينكتب هنا البيج. أوكي، والنقاط تعملهم بنفس العملية، وتعمل إيطاليك، يعني تديرهم مع بعضهم سبيس واحد، يعني لصقات لبعضهم، وتعمل النقاط أنت اللي بتشوفها وتعملها إيطاليك، يعني مايلة. أوكي، وتكتبها بالطريقة هذه. هنا يجينا الكوتيشن اللي قلنا اللي في النص، هذا اللي قلت لكم عليه أنا قبل شوية، اللي هو نفس المارج، نفس الحدود بتاعت الصفحة أو بتاع الكتابة النص الأصلي اللي هو بالأبيض، هذا هنا لون مخالف. لكن طبعا لازم تكتب هنا، للأسف إن ما كتبناش رقم الصفحة، يعني هذا تعديل ممكن يصير بعدين، رقم الصفحة ما هوش مشكلة كبيرة، لكن بعدين يقدر الواحد يستدر. يبقى مارتن هنا 1993، بعدين نكتب فاصلة البيج stated، يعني قال أو صرح أو يعني مثلا أن ديمينج، معروف ديمينج في الجودة، هذا شخص is frequently described as TQM philosopher، يعني واحد من الفلاسفة متاعين total quality management أو إدارة الجودة الشاملة. المهم أن هذا النص هذا مقتبس، يعني زي ما قال بالضبط السيد مارتن هدايا، احنا اخذناه ودرناه وين، لأنهم أقل من 3 سطور، تلاحظها أنت أقل من 3 سطور تقريبا أو 4 سطور، تحطه وين؟ داخل النص، وتحط عليه علامة تنصيص، ثم تعمل إيطاليك اللي هو يعني مايل، بشيبان تساعد القاري أنك أنت التعرف على الاقتباس وين هو موجود، سواء كان داخل النص أو مفصول على النص. طبعا العبارة أن مساعدة القاري بقدر الإمكان في فهم الموضوع
في الاطلاع بسهولة على كل البيانات، على كل على الرسومات بشكل سهل، تلوين يعني شرح كل الكلام ده، هذا مهم جدا في الكتابة، ضروري الكتابة الأكاديمية بالذات. إذن مساعدة القارئ أهم يعني قاعدة ذهبية، هذه لازم الواحد يعرفها كويس، يعني how to help the readers، باش يلم بالموضوع، القراء يلموا القراء ومهتمين بالموضوع ده، ما كيف 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 يعني شو معناه، واحد يسأل يقول شو معناه كيف بنساعد أنا يعني كيف بن نقول لك حاجة، you minimize questions من الناس هما as you can as much as you can، يعني أنت تقلل عدد الأسئلة التي سيطرحها القراء على أنفسهم لما يقروا أو عليك أنت إذا كنت أنت في امتحان متاع الأخير امتحان المشروع، يعني إذا تحاول من المنتحنين أنت الكتابة متاعك المفروض أنك أنت واحدة من القواعد الذهبية أنك تقلل عدد الأسئلة التي ستوجه لك، يعني بمعنى آخر أنك أنت توضح قد ما تقدر بحيث أنك أنت تقلل من عدد الأسئلة التي ستوجه لك، لأن أسئلة المشروع أو أسئلة مناقشة الرسالة هو هجوم، يعني يعتبر فيسموا فيه ديفنس، ما دام أنت عندك الديفنس أو الدفاع معناها في مقابل ليك إيش هجوم، فعليك أن تقلل الهجوم، هي يعني حتى في الفلسفة العسكرية يعني لابد تقلل من الهجوم تاع مش عدو هو في النهاية بكل في التعليم، لكن هو مكمل ليك أنت، يعني هو مناقشة المشروع أو مناقشة الرسالة هو جزء من التعليم، جزء من منظومة التعليم والتعلم في المؤسسة التعليمية. إذن أنت تبي تدير ديفنس على المشروع متاعك، لابد أنك أنت تقلل من عدد الهجومات أو تحاول تقليل من عدد الهجومات أو مثلا تبسيطها على الأقل أو الاستسهال الدفاع عنها، يعني رد الهجوم بالدفاع، فأنت تخلي الأمور واضحة من البداية، لأنك أنت لو خليت الأمور غامضة حتبقى إيش حتبقى العملية، يعني أنت بتتعرض إلى كثير من الأسئلة وبالتالي يصعب العملية، تصعب الديفنس ده. طبعا في كثير ملاحظات على العملية هذه لأن يعني مهمة جدا. واحد يقول لي بياني كيف بنقلل، يعني كيف اني ما نعرفش هم قديش بيسألوني وكذا، واحد كل ما في الأمر انك انت لابد ان تكون قادرا على التساؤل، يعني الطالب لابد يتعلم بالذات الدراسات العليا والطلاب اللي في اخر السنوات لابد تخرج من المؤسسة وانت في مفهومك او في القدرات او المهارات اللي تعلمتها ان يكون عندك مقدرة على التساؤل، عندك مقدرة على النقد، هذا هو اللي للأسف الشديد أنه ما يعني ما هوش مركزين عليه في المؤسسة التعليمية متاعنا، إحنا سواء في الجامعات وفي المعاهد العليا أو الكليات، ولا مش حتى في الابتدائي هذه مفروض تكون، بس على مستوى الابتدائي وعلى مستوى الإعدادي كل واحد مستواه لابد يكون عنده مقدرة على التساؤل، فالإنسان يولد بتساؤلات، يعني حتى الأطفال الصغيرين عارفين، إحنا الأطفال الصغيرين يطرحوا في أسئلة كبيرة جدا ضخمة يعني على مستواهم هم، وبالتالي الإنسان بطبيعته هو عنده مقدرة على التساؤل، لما يدخل المؤسسة التعليمية تنقص هذه الملكة، يعني بالعكس المفروض تتوسع أكثر، المفروض يعني يتم تهذيبها أكثر، يتم شحذها، نلقى أنه بالعكس، يعني أنا بتجربتي في التدريس لما نقول للطلبة نقول لهم أي سؤال ما فيش حد يسأل، بالعكس هم المفروض يستنوا العبارة هذه فتنطلق الأيدي مشرعة في الهواء كلهم يسألوا This is good. معناه في حاجة صارت، في حاجة يعني في نوع من التفكير، في نوع من التساؤلات لابد تظهر. إذا لازم تكون عندك الملكة هذه يا ابني، كان هذا مشكلة كبيرة يعني، وخاصة من كان يريد أن يطمح أن يكون أستاذ أو يبحث أو باحث أو كذا، يعني ضروري منها الكلام هذا. أوكي، كروس ريفرنسنج هذه مهمة جدا، كروس ريفرنسنج وتكلمنا عليها احنا، كروس ريفرنسنج هذه قلنا تساعدك في انك انت ما تكررش الكلام اللي انت كتبته كم مرة، او مثلا في تشابتر 2 كتبت مثلا عبارات او استنتجت انت نوع من النتائج او الفكرة او الافكار، يعني ما فيش داعي انك انت استحقت لها في الفصل الرابع او تحاول انك انت تستدل بها في الفصل الرابع مثلا،
ما بتحاولش تكتبها من جديد، انت كتبتها في الفصل الثاني مثلا. فتدير حاجه اسمها كروس ريفرنسنج، يعني انت تقول مثلا انظر سكشن كذا كذا وين فصل اثنين، فبالتالي القاري هو يعرف انك انت هذه كتبتها، في نفس الوقت تعفيك انت من تكرارها. ثالث حاجه يدل على انك انت رابط الموضوع، ها يعني في كونسستنسي في الموضوع، يعني في ربط وفي تلاحم بين الشابتر 1 شابتر 2 3 4 على ستوري، از ستوري اتس لايك ا ستوري. يعني هذه حاجه مهمه جدا في الموضوع، في الكروس ريفرنسنج هذه هديه تعطيك الفرصه انك انت تقوم بهال النقله هذه، يعني بدل ما تقعد تتكرر انت ويزيد التكست اكثر وكذا، فانت تقدر تدير كروس ريفرنسنج زي ما عندنا احنا مثلا هنا مكتوب هنا كذا 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 كذا، في الاخير شنو موجود؟ سي ابندكس 4.1، يعني انظر الملحق 4.1. فبالتالي انت لما تبي تفصيلات اكثر عليك انك انت ترجع على الابندكس 4.1. والابندكس اللي هو جمع ابندكس، ما تحسبش داخل الاوراق، يعني البيجز نتاع المشروع او البحث، يعني ديما هي ما تحسبش داخلها، يعني اوت اوف ذس. مع ان هنا في ملاحظه، معليش انا فيها في حاجه مش معمول بها كثير، اللي هي سي ابندكس. الابندكس قلنا احنا لو تتفكروا انتم في المحاضرات اللي فاتت، قلنا احنا الملاحق يحط لها حروف مش ارقام، فهنا ارقام. مرات يجيك الامتحان ولا ترى ندير لك في الامتحان انك ابندكس 4.5، تقول لي لا سوري انا في مشكله، راهي انا المفروض الابندكس متعارف عليها، في عارف ان هي تنحط وين؟ تنحط بحروف وليست ارقام، يعني المفروض يكون سي ابندكس بي، سي ابندكس اي، او سي ابندكس الف، او ب، او جيم، او وات ايفر. مفهوم هذه؟ هذا مهم، كروس ريفرنسنج مهم جدا. نجو للمراجع. طبعا لو تخش النت وتكتب هارفارد سيستم حيطلع لك كثير من الفيرجنز، يعني كثير من الاصدارات، يعني ممكن بين الاصدار والاصدار يكون في اختلاف بسيط نتيجه التحسين، والتحسين هذا قلنا كله في صالح منه، في صالح تسهيل الموضوع على القارئ او تبسيط الموضوع على القارئ. إذن لو نجي المراجع، لو المراجع نتاعك كتاب مثلا، الكتاب تلاحظ انت اللي هو اللي قلنا اللقب اذا كان في الانجليزي، والاسم بالاسم بالحرف الاول من الاسم، ولكن الاسم الاول هو اللقب، هذا في اللغه الانجليزيه. انا افضل في اللغه العربيه، قلنا الكلام هذا قلناه قبل، لكن معلش نعاودوه من جديد. في اللغه العربيه انا افضل ان يكون الاسم هو الاول لسبب بسيط، قلنا احنا لتسهيل القارئ. عاده الكتب الإنجليزية لما تكتب عليها المؤلف يبدو بإيش؟ يبدو باللقب وبعدين الاسم وهكذا، أو سواء يكتبوه كامل على العنوان على الكتاب الغلاف، أو يكتبوه رموز اللي هو الاسم الأول والثاني، لكن اللقب ينكتب كامل. هذا يساعدك أنت لما تمشي تبحث عن كتاب، لما تلقى واحد مرجع مداير، لأن المراجع يديروا باللقب، فمفروض ان الكتاب يكون ايش؟ يكون حتى هو مكتوب عليه باللقب. لانك انت مثلا، انا اعطيك مثال بسيط، مثلا قلت انت جيت وقلنا في الهارفارد سيستم كتبنا اللقب حتى بالعربي، نجو مثلا مختار عبد النور الحيص، انا مثلا انت انا كتبت مثلا بيبر ولا اخذت منها انت او كتاب، لما نجي اللقب نقول الحيص ام ولا ميم ولا اللي هو حيص، لما بتجي انت تحط في المرجع، لو حطينا على هارفارد بتجي الحيص كذا، تمشي تدور الكتاب هذا كاي، اول ما يبان عليك يبان عليك مختار، ما يبانش عليك الحيص، بالتالي صعب انك انت تلم بالموضوع هو. فبالتالي انا افضل العربيه تكتب عكس الانجليزيه. هذه يعني وجهه نظر، يعني ليش؟ لان عمليه تسهيل، عمليه ايش؟ عمليه التسهيل فقط. لأن مرات الاسم مكتوب اسمين بس أو اسم وحرف، فمن الصعب أنك أنت توجد، وبالتالي في العربية تكتب، لأن احنا من المعتاد أن احنا نكتب اسمنا من البداية وليس اللقب، وهذا موجود في كل الكتب تقريبا العربية، الإصدارات العربية يعني. فبالتالي الأولى أن احنا نعمل الاسم، هذه وجهة نظر يعني، أنا هيك رأيي. فتلاحظ أنا في الكتاب، تلاحظ أنا الكتاب كيف نكتبه، موجود هذا موجود في انظمة هارفارد،
وموجود على الصفحة متاع الفيسبوك، موجود يعني ملف بالخصوص هذا، كيف تكتب كتاب، كيف تكتب مجلة، كيف تكتب يعني ورقة علمية بتاعت مؤتمر، ورقة علمية في مجلة علمية، وهكذا كل البوسيبيليتيز أو الاحتمالات اللي موجود عليها المراجع، حتى مقابلة شخصية، حتى مقابلة في التليفون، حتى فيديو وسي دي، أي نوع من المصادر تلقاها كيف تكتبها أنت، كيف تكتبها بنظام هارفارد، موجود الملف هذا موجود عليك أنك أنت تطلع عليه، مهم جدا وتحفظه لكن تخليه عندك أنت كمرجع. بالتالي توا أصلا في شنو، حتى الوورد في هلبة مراجع تقدر تكتب بها طول يعني إلكترونية، تساعدك كثير، وهذه المفروض نتعلمها احنا، للأسف أنه ما فيش وقت، لكن موجودة كثير من في العديد من البرامج السوفت وير موجودة خاصة بتنسيق المراجع، خاصة حتى الوورد فيه أوراكل ريفرنسز موجودة يعني كيف، والأنواع في أنواع من الريفرنسز يعني هارفارد اي بي اي فانكوفر، هلبة نوع من السيستمز يعني تقدر انك انت تسهل عليك العمليه هذه. اذا هذه مجموعه من الفورمز او الانماط اللي تكتب بها الكتاب، اذا كان مؤلف واحد، اذا كان زوج مؤلفين، اكثر من مؤلف كذا، واحنا تكلمنا على هنا مثلا لو كانت الاصدار الاول هذا اول مره الكتاب هذا اللي هو الاصدار الاول الفيرست اديشن أو الطبعة الأولى، خلينا نقوله الطبعة الأولى، ما نكتبش الطبعة الأولى، لكن إذا كانت الطبعة الثانية فوق نكتب second edition. ليش؟ لأن فيها احتمال يكون فيها تعديلات، احتمال أنك أنت أخذيت من الأولى وبعدين جاء الكاتب في الطبعة الثانية وصحح، وأنت مشيت مثلا بين هذيك فيها نوع من الخطأ أو كذا، فهو استدرك في النسخة الثانية أنه يصلح. هدية يعني أنت تعفيك من المساءلة أو تعفيك من مع أنه مفروض أنك أنت تبحث دائما عن الحديث. طبعا إذا كان مثلا عندك أنت في آخر الصفحة في آخر قائمة المراجع عندك أكثر من ثلاثة أو ثلاثة فما فوق، خلينا نقول ثلاثة فما فوق في المراجع تكتبهم في اسمها في قائمة المراجع تكتبهم ثلاثة، لكن داخل النص لما يكون عندك ثلاثة فما فوق تكتبهم ديمينغ وآخرون، هاي تكلمنا عليها احنا، وآخرون يعني تكتب الكاتب الأول بس هذا اللي هو هنايا ديمينغ وسلس وأغويو something like this. تكتب انت شنو، تكتب ديمينغ هو الأول وبعدين ETAL في هذه في الإنجليزية، هذه بمعناها وآخرون في اللاتينية، أقصد بها وآخرون في كلمة هي. في العربية نكتب أحمد وآخرون، إذا كان أحمد ومنصور وعلي مثلا هم اللي داروا، نكتب أحمد وآخرون ونكتب سنة النشر، وين في التكست، إن تكست دخل النص، لكن في لكن زي ما قلنا إحنا في قائمة مراجعة نكتبه ثلاثة مع بعضهم مع شنو، مع سنة النشر. هنا في كتاب مثلا كتاب تحرير، واحد داير محرر الكتاب هذا محرر يعني من بمعنى أن الكتاب هذا فصوله كتبت عن جمعت من عدة أشخاص، يعني كل واحد كتب موضوع في أو فصل، كتب فصل مثلا معين على قضية معينة، يعني مثلا ساتلايت كوميونيكيشن مثلا الاتصالات الفضائية أو اتصالات نتاع الأقمار الصناعية وتبر، يعني هدية كل واحد كتب في موضوع معين خاص بهالقضية دي اللي هي ساتلايت كوميونيكيشن، كل واحد كتب موضوع معين، واحد كتب على انتشار الموجات، واحد كتب على التشويش، واحد كتب على مش عارف ايش، المهم كل واحد كتب حاجة. بعدين الكتاب هذا كله أو مجموعة المقالات هذه أو مجموعة الفصول هذه جاء واحد تاني متخصص حتوه مثلا في نفس الموضوع هدايا، وكتب شنو، كتب مقدمة لهالكتابة، هو يعني مقدمة للكتاب هذا اسمها edit book يعني بمعنى يعني. فلما في العملية هذه انت نشيت مثلا خديت من الفصل الثالث، يعني خديت مرجع ايش أو خديت كلام من الفصل الثالث اللي موجود به هذا عدة فصول، وكل فصل ألف واحد، فش بتدير أنت في البداية؟ تبي تدير الشخص اللي هو قدم لهذا الكتاب وليس الشخص اللي كتب الموضوع، وين دخل النص، دخل النص لما جيت تأخذ منه هنا تو احنا نشوف هنا الأبيض هذا الأول الكاتب الأول هذا اللي قدم للكتاب هذا، اللي هنا باللون المخالف
اللي هو سيمس وسيمس الثاني واحد اظن هذا هو واحد زوجته كان ذكر انا مش عارف بالضبط لكن اني هاو هداي هو اللي خذيت منه انت خذيت منه او اقتبست منه او خذيت منه جمله او معادله او دفر وحطيته هو كرفرنس في داخل النص ما تحطش هو تحطه هو لان هذا اللي قدم الكتاب وفي اخر وفي اخر القائمه في القائمه تبدا تكتب هو بل لان لما نجي انا نقرا التفاصيل نتاع نتاع هذا نلقى الكتاب هدايا نلقاه باسم بل محرر اوكي ولكن اللي ناخذت منه هو يعني الشخص اللي خذ منه او خذ من العباره هذيك وانت تلقاها في الفصل هو نتاع هذا الشخص هو مفهوم هذه واضحه جدا اوكي وين هذا تلقاه شوف انا شن كاتب انا امتى نشر يعني هذا المدينه وهذه الشركه بتاعت النشر وبعدين ارقام الصفحات نتاع الجزء نتاع السيد هذا اللي انا خذيت منه هو باش تمشي طول انت الارقام عرفت ليش قلت لك انا لمساعده القاري باش انه ما يتعبش في البحث على المعلومه هذا نظام متبع حتى انت انت في فتره من الفترات بل في اغلب الفترات حتكون قاري وبالتالي انك انت تسهل عليك كلها لما الناس كلهم يتفقوا على هذا اللوحات والطلاب وغيرهم لما يتفقوا على هذا السيستم انت يوم قاري ويوم باحث فانت بتساعد ويساعدوك ذا سيم نفس العمليه فانت if you find it is easy انت you're gonna be happy يعني انت ما عندكش مشكله بعدين اوكي هذه المجله بوليتن اللي هي مجله علميه كبيره عاده تصدر في السنه مره او في السنه مرتين يعني فهنا تكتب بالطريقه هذه حتى هي نفس العمليه هنا نجي نشوف هذه هي عبارة عن يعني شخص كاتب ideas وين جاء هو هنا في الموضوع هذا موضوع اللي هو موجود في المجلة هدية وهذه صدرت عن طريق الجنرال syndication متاع يعني شو اسمها متاع أعضاء التدريس Anyhow. فتلقاها هنا موجودة في المجلة وبعدين أعطيك نفس الشيء رقم الصفحات وأمتى طلعت هي المدينة اللي نشر فيها والتاريخ وبعدين عندها هنا الصفحات وهذه تلقاها موجودة يعني في اللي هي هنا Academic Journal يعني في مجلة علمية محكمة معروفة بتكتب مثلا اسم الكاتب هو الاول وبعدين سنة النشر او الكتاب يعني اكثر من واحد مثلا وبعدين العنوان بتاع البحث وبعدين بتكتب اسم المجلة مكتوب ايتاليك يعني في بعض الفيرجنز من الاصدارات بتاعت الارفورد سيستم يكتبوا ايتاليك انا افضل ايتاليك لان هي باش يتبان يعني واضح ان هي تبان ان هي هذه اسم المجله عشان نقدر نمشي طول لان هذا هو المرجع وبعدين الفوليوم سوري الايشو الاصدار امتى وبعدين الفوليوم يعني العدد وبعدين المجلد نقولوا الفوليوم يعني مرات يجمعوهم كلهم مع بعضهم العدد 19 المجلد رقم 3 تلقاه من صفحه كم لصفحه كم صفحه 472 لصفحه 509 وهكذا هذا مهم جدا مش انت بتتعبش كل هذه تسهيل كل هذه عمليه تسهيل للحصول على المرجع بانك انت تستطيع ان ترجع الى المراجع بشكل مستقل ندوه نفس القصه نفس العمليه هنا في الندوه هديه هذا الشخص اللي هو كان مدير ندوه الاور لقبه او كذا هنا تو في العربي هم اللغة العربية تقريبا هذه اللغة العربية فنكتب بطريقة إنجليزية التير أكيد واحد من الإنجليز لما بيمشي يراجع على العملية دي مش حيلقاها هذه حيلقى بالعربي هي الإشكالية اللي تصادفنا عليها في القصة فهذا المرجع تقريبا بالعربية هو غريبا المرجع هذا بالعربي يعني إذن نفس المهم احنا نتبع التسلسل هو يعني عرفت هذا هو التسلسل هذا المهم كيف نكتب انا كيف نكتب بطريقه معينه يعني كونفرنس بيبر هدايا ورقه علميه في مؤتمر تختلف عن المجله تمشي لو انت تقراها كل واحد تلقى مجله يعني تلقاها مختلفه هنا تلقى الكاتب
وبعدين لا شو اسمه العنوان بتاع الورقة، وبعدين الورقة دي تعطي فيها معلومات على المؤتمر، يعني مش المجلة، مؤتمر، لأنه يعني مش صادر في مجلة، صادر عليه فين؟ صادر على البروسيدنج بتاع المؤتمر او الكتيب بتاع الابحاث اللي صادر عن المؤتمر. اوكي، هل هو مؤتمر الثاني، مؤتمر الاول، كذا، ما اسمه، اسم المؤتمر كونفرنس، وين، في اي مدينه. وبعدين من صفحه كذا الى صفحه كذا، سوري، من كذا الى كذا، التاريخ، تاريخ المؤتمر من 30 ل 31 اغسطس 1999. انترنت ارتكل، هذا كله انا ناخذه من الانترنت، كل اغلب المراجع كلها من النت. ليش؟ لان النت سهله ويمشي لها طول، ويكتب وتطلع له امور، وبعدين ياخذ ينقل ويحطه ايزي. هنا في النت مهم، اوكي ماشي الحال، انك تاخذ من النت ماشي الحال، لكن ما تاخذش منها بشكل بدات الارتكلز، يعني المقالات، والواحد يعني اذا كان في مجلات علميه الكترونيه هذيك شكل، هذيك الكترونيه لكنها محكمه، طبعا بدأت أكثرها إلكترونية. وإذا كانت مقالات وكل واحد يدلو بدلوه، يعني المصداقية تقل شوية، تقل وربما تنعدم، لأن ما فيش تحكيم، لم يحكمها أحد، لم تدخل على لجنة متخصصة في الموضوع هذا باش تقول أوكي البحث متاعك أوكي فاين. يعني فهنا الاسم، اسم الشخص اللي كاتب المقال، وهنا اسم المقال شنو هو عنوانه، يعني عنوانه، وهنا الويب سايت متاعه والموقع متاعه، وانت تاريخ الدخول متاعك هو باليوم بالشهر بالسنة، مهم جدا، لأن المواقع والارتيكلز في المواقع دائما تتغير وتتجدد وتلغى ويضاف عليها وهكذا. وبالتالي لما انت خشيت يوم 7/3/2015 على نفس الويب سايت هذايا، في واحد تاني خش يوم 11/12/2005 يلقاه ما هناش بكر، أو يلقاها مختلف تماماً أو كذا. فهذه تعفيك من أنك أنت اللي يبحث بعدك أنت أو بيناقشك في الموضوع يلقى، يمشي للويب سايت هو بعدك بشهرين أو ثلاثة، هيلقى كلام مختلف، يقول شنو الرجل هذا يلبس، هذا قايل كلام تاني وهذا يحكي، أو مضاف، أو هذا مهناش بك كل منين. بالتالي هذا مهم، التاريخ هذا باش نحن متفاهمين عليه، كل الناس اللي هما اللي هم علاقة بالموضوع هذا متفاهمين أن هذا أوكي، اليوم أنا دخلت شهرين، يمكن يكون تغير أو يمكن يكون كذا. إذن من هنا نلاحظ أن هذا الموضوع يعني بالطريقة هذه، يعني كلام اللي ينقال فيها مش هذيك يعني أهميتها تقل أو مصداقيتها تقل أو أن يعني وتفر، لأن التغي وما عادش في حد. لكن المجلة العلمية هتلقاها حتى بعد 100 عام ما عندكش مشكلة، موجودة يعني ما التغتش. هنا طبعا تروحها أو تروحها دكتوراه أو ماستر ديجري وتفر بتجري، هذه دكتوراه، فانت كيف تدير هذه؟ جيت تكتب الشخص اللي هو صاحب الدكتوراه هذه اللي دارها والعنوان متاعها، اوكي، وبعدين تقول بي اتش دي اللي هي الدكتوراه هذه مقصود بها، يعني بي اتش دي فيلوسوفي دكتورز ثيسس والله ماستر ثيسس والله واتيفر. الجامعه برادفورد يونيفرسيتي مثلا، اسم الجامعه والبلد اللي موجود فيها الجامعه، اليوكي، اليونايتد كينغدم، بريطانيا. واضح، هذه سهله جدا يعني. Thank you. هنا الجزء الثاني من المحاضرة تاع اليوم تقريبا اللي هو التوتال اللي هو نسموه فيه احنا الجزء السادس، يعني هذا فيه مجموعة من الباوربوينتس، مجموعة من الشرائح. اليوم نتكلم على الكورسبوندنس اند ميموراندا، يعني اللي هي المراسلات والاجندات، المراسل والاجندات، هذه في التقارير، هذه تنكتب في التقارير. يعني احنا نشوفوا مثلا كل مؤسسة عندها نظام لكتابة المراسلات، يعني المراسلات الداخلية والخارجية، وعندها ميموراندا اللي هي الأجندات، يعني خطة الاجتماع أو ما الذي سيكون في الاجتماع. فناخذ فكرة بسيطة لأن هذا على السريع نمر عليه. فكل شركة أو كل حكومة أو كل منظمة أو لها معايير معينة في كتابة الأسماء، في كتابة المراسلات الداخلية أو الخارجية، في كتابة الإيميلز اللي هي البريد الإلكتروني، وبعض الأنواع من الأجندات، الأجندة أو القوائل اللي نحكي عليها الأجندات الميموراندا.
أو مذكرات يعني something like this يعني مذكرة كيف تكتب مذكرات. فهذا نظام من النظام الإداري يعني يعتبر هذا نوع من النظام نظام الإداري. كل زي ما قلنا إحنا كل شركة ممكن تتبنى نمط معين أو ستايل معين للكتابة ونظام الرسائل متاعها بيكون تكون واضحة يعني. أهم حاجة إن إحنا نقول هنا آخر جملة هنا communication be clear and accurate يعني واضحة ودقيقة لأن كل شيء محسوب في الكلام هذا مهم جدا بالذات الرسميات. ليش في المراسلة متاعك تكون أنت في إطار ما تقدمه المؤسسة متاعك أو المنظمة متاعك المراسلات متاعك يعني إذا كان هي شركة بناء هتكون كلها خاصة بالبناء ويتعلق بهذا الموضوع تعليمية تعليم كذا كذا فهذه كلها أنك تراعي حدود الموجودة عندك أنت في المؤسسة. هنا طبعا الرسائل أو الإيميلز نوع من الرسائل طبعا express the organization position without criticizing or offending ترسب. فهنا لابد انك انت تراعي في الرسائل بتاعك الرسميه والايميلات الرسميه انك انت يعني اكسبريس ذا اورجانيزيشن بوزيشن يعني تحط المستوى او الرانك بتاع الاورجانيزيشن بتاعك انت يعني شنو هي شنو الاعمال اللي تقوم بها او شنو تخصصها. وفي المراسلات هذه ما تحاولش انك انت تعمل نقد جارح أو تسيء إلى الشخص اللي بيستقبل رسالتك مهما يكون. فهذه مهمة جدا تلاحظين أنا رسالة رسمية هدية فهذه مهمة جدا وتو نقول لك هذه ليش مهمة جدا العملية هي. في الرسائل الرسمية لابد أنك أنت الرأي الخاص لك أنت رأيك الخاص نتكلموش عن الرأي الفني نتكلموا عن الرأي الخاص أنت تخاطب في استاد علي في شركة أخرى وهذا العلي أنت تلقيت أنت وياه مثلا في مؤتمر أو في كذا ومش عارف إيش أو صار بيناتكم نقاش وهذا وخذيت منه موقف مثلا ولكن بعدين بعد لا روحتوا وكل واحد مشي لمكانه بتراسله لما بتراسله تدخل الموضوع السابق هذا كان يتدخل في الكتاب متاعك بطريقة أو بأخرى سواء كنت أنت تبي تسيله تبي تعمل له نقد أو إنقاص من قدراته أو كذا وهو ما فيش كلام هذا لمجرد أنك أنت تشعر بهذا الكلام. إذن personal opinion هذه تحولها في الرسائل الرسمية حولها تماما وحاول أنك أنت تتصرف بشكل مهني أوكي؟ يبقى keep personal feeling and opinions out corporate letters or emails يعني هذا في الرسائل متاعك الرسمية متاع الشركات ومتاع المؤسسات تحولها هذه أول حاجة أو يعني ملاحظة مهمة جدا أنك أنت لازم ترعاها في العملية هذه. إذن مالا شيني مالا كيف تكتب رأيك الفني يعني الذي يعتمد على تبريرات فنية ويعتمد على حقائق فنية ضروري أنك تراجع العملية هذه مهنية خالصة ولازم تتخلص من عملية البيرسون أوبينيون هذه. أوكي طبعا في الرسائل لابد يكون في مقدمات واحدة من إلى وكذا والمعلومات وتوقيع من تحت وكل المعلومات هذه أنك أنت تعطيها في الرسائل هذه معروفة يعني. أوكي كويس الرسائل متاعك او الايميل متاعك يكون ضمن الستاندردز المعروفه ضمن المعايير المعمول بها في المراسلات ما تكتبش بطريقه زي ما انت تبي لا في من الشركات عندها تمبلت يعني عندها نماذج معينه تكتب فيها كذا كذا ومن ضمنها المذكرات اللي احنا نشوفها مذكره داخليه وكذا مش عارف هذه واحده من الحاجات يعني المراسلات الداخليه موجود فيها شويه بيانات من الى موضوع وكذا التاريخ. المراسلة الخارجية طبعا عندها كل واحدة قلنا احنا شركة او مؤسسة عندها يعني نمط معين او ستايلز معين للمراسلات. الايميل هذا حاجة خطيرة شوية يعني لازم ننبه لها في المسألة هنا. الايميل بالذات في الاشياء الرسمية لما تكلم جهة رسمية انت او تخاطب جهة رسمية او تتعامل مع جهات اخرى مناظرة أو حكومية أو أجنبية وتفر يعني المهم فيها نوع من الرسميات
email is part of public record. يعني أنا واحد من الأرشيف العام يعتبر الإيميل. يعني مش مجرد أنك أنت إيميل خلاص تمشي له. الإيميل في خطورة كبيرة. ممكن أنك أنت يقودك إلى المحكمة. يعني ويؤخذ ضدك كدليل إذا أنت استخدمه. ليش؟ لأن الإيميل زي الطلقة. كان أنت قلت انتر ومشي الايميل او سند مشي الايميل ما عادش تقدر ترده. والايميل مسجل بالثانيه والساعه والدقيقه والعنوان بتاعه موجود وكل شيء موجود وانك انت وما فيش واحد كوبي لك انت في الايميل. يعني هذه الايميل بتاعك معناها جايب لك انت معروف انت يقدر يطلعوه الكترونيا او فنيا. فبالتالي تيك كير واحد لازم يرد باله ويتريث. وأنك أنت يجب أن لا تحوي إيميلاتك الرسمية أي نوع من الإساءة أو نوع من النقد الغير بناء أو النقد الجارح. هذه مهمة جدا في الموضوع. طبعا هذه كلها نصائح هدية يعني اللي قدامكم هدية كلها تتعلق بهالموضوع هدايا. أنت لازم لما تكتب الإيميل من مهم جدا تكتب شنو العنوان متاع الإيميل. مرة تجيك إيميل مكتوب عليه نان يعني مش معروف شنو العنوان متاع شنو هو اللي بيه يعني. واحد ممكن يسلم عليك ولا حاجة هذه مشكلة مش مشكلة. لكن لما أنت تخاطب بشكل رسمي لابد تكتب شنو الموضوع متاع الإيميل متاعك شنو هو بخصوص شنو الموضوع ده يعني بخصوص اجتماع بخصوص مخاطبة بخصوص تصحيح شيء معين بخصوص طلب شيء معين بخصوص مناقشة قضية معينة. لازم تكتب له ضروري شنو هو اللي موجود. لابد تكتب انت في هذه الالوح كويس. طبعا في حاجه مهمه هنا لو انت تخاطب في انسان شغله مدير تنفيذي مثلا. هذا المدير التنفيذي اكزيكتيف لما احنا درنا اكزيكتيف سامري قلنا يعني قبل تكلمنا على اكزيكتيف سامري وليش سميت اكزيكتيف سامري اللي هي الخلاصه التنفيذيه جايه من المدير التنفيذي. المدير التنفيذي هدايا شغله كله أكتر شيء ورق فيه ورق كتير. يعني هو لازم يطلع عليه كتير من الأميلات. يعني حتى عملوا شوية إحصاء قالوا ممكن في الشركات اللي هي كبيرة شوية ممكن يوميا يجي من 20 إلى 200 إيميل في اليوم. وبالتالي واحد منهم واحد من 100 خلينا نقوله ولا 150 إيميل واحد منهم الإيميل متاعك. Do you think إنه هو حيقرأ كل الكلام هذا كله بالتفصيل؟ No way. ما يقدرش. وبالتالي لابد تكون عندك فنيات الاختصار انت وتخش مباشرة في الموضوع بطريقة سهلة. ولازم تصيغ أو يعني من الضروري انك انت تصيغ المطلب متاعك او الاستفسار متاعك whatever بطريقة بسيطة يستطيع انه هو يمر عليها طول خطف هيك واحد ويفهم شنو الموضوع وممكن يرد عليك قالك ذا ولا يكلمك بالتليفون whatever. لكن تكتب له انت 3 صفحات يعني what you think اللي هو فضيلك بس بيقرأ. حتى لو كان مهم صعب العملية هذه. هذا ما تفرض البيئة متاع التجارة والبزنس والمقاولات وغيرها وحتى التعليم وكذا هالأشياء. يعني هو مش فضيلك يعني فهو إنسان عنده يعني حارب عليه ويخدم على جماعات كثيرة. ما تقدرش إنك أنت يعني أنت you think إنه هو حيعطيك وقت أكثر من غيرك أو something like this. بالتالي أنت لازم تأخذها في اعتبارك العملية هي يعني ها. ولازم تتأكد ان الاملة متاعك صح والجرامر متاعك صح النحو يعني والفواصل والقاطعة والشارحة كلها صح. يعني لازم كتابة فنية كتابة اكاديمية صحيحة 100% بحيث انك انت الفاصلة والواحد مهمة جدا في عملية فهم النص. يعني لما توقف او تسترسل او كذا فالمعنى يختلف قد يختلف المعنى. اوكي في حاجة أخرى مهمة وهي توا في النت أو في التليفونات أو whatever في ظاهرة الاختصار. يعني أنت بتختصر هنا في الرسميات أنا لا أنصح بها في الرسميات وهذا موجود الكلام هذا. لكن في بعض الكلمات أو المصطلحات أو whatever يعني متعارف عليها ماي. لكن في أشياء ما تقدرش إنك أنت تخاطب بها إلا صديقك مثلا. صديقك بتقول له CEO ما بيش تكتب له CEO ما تكتب CEO ما قل ودل. أوكي بليز في اللي يقول بليز وفي اللي يقول بليز بالزد يدير فيها PLS أو PLZ اللي هي اختصار لي بليز. يعني هذه هنا بدل ما تكتب أنا أقول وأنا فيسا يعني قصة سريعة والعالم كله سريع الآن فاخترعوا هلبة حاجات واحدة. حتى احنا في الكلام تاعنا العامي لما تلقى صاحبك وانا تقول له شج يعني شجو نيو
نيو تيرم هذه اختصار يعني، وش مستعد يقول شنو الجو يعني، شنو خير اسهل. المهم نشوف هذه، قلنا احنا طبعا هذه مهم جدا الايميل، لان هو عمليه قانونيه، الاجنده ميتنج اجنده اند ميتنج مينتس، يعني في المحاضر وفي ال وفي الاجنده بتاعت ال شو اسمها الاجتماعات، اوكي، في ميتنج مينتس المحاضر يعني المحضر ولا كذا. فهنا طبعا في مواصفات للعامه، مواصفات عامه للاجنده نشوفها هنا، اللي هو مثلا في الاجنده بتكتب التاريخ ومكان الاجتماع وامتى التايم بدا، وبعدين في الاخير بكره امتى يمكن، او في البدايه يقول امتى امتى بينتهي، يقول مثلا الاجتماع من الساعه 1 الى الساعه 2، لكن الجماعه طولوا شويه خذوه للثلاث، يعني معناها الاستيميت التايم مش مزبوط يعني، بل في الاخير تبي تسجله بعدين لما بتكتب المحضر بتاع الاجتماع، وتكتب مثلا شو بتكتب فيها ثاني، بتكتب الليست اوف بارتيسيبنتس، من هم اللي شاركوا في الاجتماع، وشنو هو الغرض من الاجتماع واهدافه، وشن هي القضايا التي تم النقاش، نقاش اللي تمت نقاشتها في الاجتماع، ها، وشن هي من القضايا هذه، شن هي العناصر اللي تم تقديمها او عرضها. فكل المعلومات هذه المفروض انها هي تكون وين، تكون في الاجنده او محضر اللي هو خطه الاجتماع، او يعني شن مكونات الاجتماع يعني. هذه طبعا هو اعطيك انايا بشكل عام يعني، هذه نموذج او عينه من الاجنده يعني في انترنال ميتنج يعني في يعني خطه الاجتماع، في الاجتماع الداخلي او في اجتماع موجود داخل المؤسسه. فهذه واحده من الحاجات، تكتب انت الاشياء هذه كلها مع بعضها، المعلومات شنو هو المطلوب منك يعني بشكل عام. لكن طبعا في اشياء اخرى، او في مثلا نماذج اخرى او عينات اخرى لي، او تمبلتس اخرى لشركات او لمؤسسات او كذا، كل واحده قلنا احنا واحد. فهذه محاضر الاجتماعات يعني شنو تكون، شو الفرق بيناتهم، حتى نفس الشيء بيربس اوف ميتنج، النيمز اللي موجودين كذا اللي حضروا. ما في وحدين في الاجنده تكتب انت مستهدفين، واحده قبل الاجتماع واحده بعد الاجتماع، الاجنده قبل الاجتماع، المحضر بعد الاجتماع. لما تكتب المستهدفين بالواحد تقول مدير الفلاني وكذا وكذا وكذا، واثنين مجوش، لما اثنين مجوش موجود اسمه في الاول، لكن في محضر اجتماع مجوش، تسجل ان هذوما غابوا، بحيث ان نعرف ان هذوما مجوش، اوكي، مثلا يعني. هذا كله بس معلومات بسيطه على الموضوع يعني. هذه الجزء الثاني من المحاضره اليوم، اوكي. هذه المحاضره هديه، بدات هديه، ترانسفيربل سكيلز فور امبلويبيليتي، هديه مش مقرره في المنهج، لكنها نوع من المهارات التوظيف يسموها فيها، المهارات التحويليه للتوظيف. انت لما تتخرج تبي في حاجات لازم تفهمها بشكل عام. احنا تو هذه المحاضره هديه، تعتبر تقول زايده قولوا زايده، لكن انا يعني بنسمعها كيف يو ار انترستينج يعني، اذا كان عندك انت وقت انك تسمعها. هديه مش في المنهج تقريبا، المنهج هو يعني اكتمل من الناحيه النظريه الان اكتمل، لكن طبعا لان الظروف والجانحه وكذا، واحد يعني اضطرتنا ان احنا نعملوه الكترونيا، وبالتالي الماده شويه حتكون فيها نوع من الاختزال، لان يعني من الصعب ان احنا نعطوا يعني واجبات او assignments، لان العدد كبير، والكتابه المفروض يعني الكتابه الاكاديميه تاخذ وقت طويل، سواء كان في الكتابة أو في التصحيح، وتأخذ وقت أيضا في عملية الفيدباك، لما نيب نعطيك، لما نيب نصحح لك على الموضوع نتاعك حسب الجرناحنا وحسب الستاندردز والمعايير اللي تكلمنا عليها احنا، يعني كان كل واحد بيكتب مثلا، عندي مش عارف، أنا عندي أكثر من 40 طالب يمكن، في 30-35 طالب يعني، فإذا كان كل واحد بيكتب 4 أوراق ولا 5 أوراق ولا 3 أوراق، يصبح العدد صعب جدا، بحيث انك انت كل واحد تعطيه يعني شنو بالضبط يفهم. فاحنا تكلمنا على الموضوع هدايا اكثر من مره مع الاقسام المسؤوله على وضع الجداول والمناهج، وبينا او بينتوا ان الماده هذه يجب ان تنقل للفصل الخامس، او الفصل اللي هو يبدا فيه الطلبه في المشاريع، وتكلمنا على الموضوع هذايا معاهم، ويعني حتى كتبت تقرير بهذا الشكل، ولا وان شاء الله يعني ممكن الفصل الجاي
احتمال كبير أن يصير في تغيير في المادة هذه. anyhow هذا التول باوربوينت نتكلم عليها هنا هدية قلنا مش في المنهج، ولكن أنا نحبت أن مثلا تسمعه حتى من باب الاطلاع يعني، أو حب الاستطلاع في النهاية بكل ما ينقولوا شنو يتكلم الشخص هذا. أنت في النهاية بكل بعد لا تنتهي من دراستك حتى تبحث عن عمل سواء كان خاصا أو عاما أو تيفر يعني في المؤسسات العامة أو في المؤسسات الخاصة، يونيد السكيلز اللي بنتكلم عليها احنا، يعني تحتاج انت الى المهارات اللي بنتكلم عليها الان او تاخذها في الحسبان او تطورها عندك، لان توا كثير جدا من المهارات يتم تطويرها عن طريق النت في هلبة كورسز يعني فري تقدر انك تشترك فيها. كثير من المهارات المطلوبه في سوق العمل يعني انت كل اللي قريته هنايا كل هذا عباره عن بيسك، هذا عباره عن يعني اسس انت تنطلق منها بعدين لتطوير نفسك. فأنت تفهم بعض المصطلحات، بعض التعريفات، بعض المعلومات التي تؤهلك للدخول في معلومات أكثر. هذه هي كلية يعني في النهاية بكل كلية حتأسس أو تعطيك الأسس الأساسية اللي في التخصص متاعك، بحيث أنك أنت تكون قادرا على الدخول أو ولوج الحياة في هذا التخصص أو في وربما في غيره. وهذا هو اللي مفروض طب نتكلم عليه إحنا. هذه السكيلز قد لا يعني ما هيش هارد سكيلز، يعني ما هيش المهارات الخاصة بتخصصك أنت إنك أنت تكون يعني تشتغل في الكوميونيكيشن بشكل كويس، لا، في مهارات أخرى أنت ما تكون، أنت ممكن تكون رئيس قسم أو مدير إدارة أو رئيس مؤسسة أو كذا، يعني لا مش كل شيء بتكلم فيه بالكوميونيكيشن، أنت في هلبة حاجات أخرى، إدارة مشاريع، ميزانية، استراتيجيات، هلبة أمور تحتاج كيف إنك أنت تخاطب فرق العمل، كيف تشكل فرق العمل، كيف تعرف من اللي يخدم معك واللي ما يخدمش، كيف تحدد مهارات الناس اللي معك، كيف يتم التخاطب سواء كوميونيكي سواء عشفوي ولا تحريري، يعني كل هذه المهارات انت يعني حقيقه ما تقراش فيها انت في الكليه، وبالتالي انت لازم ترد بالك منها. احنا مفروض الان كثير من مؤسسات التعليم العالي في العالم يعني تطبق او تزود طلبتها بهذه المهارات بحيث يكونوا هم جاهزين لسوق العمل. فكلنا احنا نتكلم، اي واحد يجي يتكلم على سوق العمل سوق العمل سوق العمل سوق العمل ايه سوق العمل شنو يجيبك لي انت؟ سوق العمل مضطرد التغيير، تغيير سريع، تغيير يعني تطور كبير جدا وسرعة لا تستطيع ان تلاحقها المؤسسة التعليم العالي في المنهج متاعها، وبالتالي يجب اضافة هذه الاشياء او يجب تدريس هذه الاشياء بين ما بين السطور داخل المواد بشكل عام. المهم الآن نشوف أنا شن هي المهارة. المهارة يعني proficiency يعني مهنية تقدر تقول يعني وخبرة وموهبة تطورت ولا مقدرة a type of work or craft required a specialist training. فهي ممكن في هذه القدرات وهذه المهارات هذه الخبرة تطور في مجال معين من العمل بحيث تصبح فيه أنت يعني متخصص، وممكن أنه هو أو أنت إذا أردت أن تكون فيه متخصصا فستكون محتاج إلى تدريب خاص باش تعلم المهارة. عندما حتى يكون البايسبول وغيرها والرياضة كل هذه مهارات تحتاج إلى تدريب، أنتم تلاحظوا فيه في مدرب يعطي فيه فلوس مو ملايين ياخذ في الفرق الكبيرة، وأنا كرة قدم يعني وتنيدس يعني هنا زي مثلا أي نوع من المهارات في مثلا السي بلس بلس تعلمها ولا البايثون لغة البايثون ولا اللحام تحت المية، ويعني ناس تاخذ فيه فلوس كثيرة جدا، هذا يخدم بالدقيقة وبالساعة اللي يلحم تحت المية في طبوات نفط وغيرها وغيرها وغيرها. فهلبة من المهارات، كثير من المهارات تحتاج إلى تدريب، وفي منها تدريب شاق وتدريب خاص ويبي قوة تحمل أو يبي مهارات معينة موجودة في الشخص اللي هو الشخص اللي هو يطلب هذه المهارة أو يقوم بهذه المهارة. Transferable skills أنا مرزها بالرمز TS يعني هدية Transferable skills أو المهارات التحويلية يسموها soft skills أو المهارات الناعمة، ماهيش الهارد سكيلز. يعني الهارد سكيلز اللي هو خبرتك انت في التخصص متاعك، يعني انت مثلا كمبيوتر بروجرامر في كمبيوتر بروجرامر هذه تسمى هارد سكيلز، لكن السوفت سكيلز انت
يعني مثلا مدى قدرتك على قيادة الفرق، الفرق بشكل عام، فرق البحث مثلا أو فرق أو في الشركات أو في كذا أو إدارة شركة أو إدارة مؤسسة، يعني هذه اسمها soft skills. يعني enable the person to become effective in his day-to-day working. يعني في دورة اليومي الشغل، يعني هي اللي تمكن الشخص من أنه يقوم بدوره بشكل فعال داخل المؤسسة. Technical skills can date quickly as technology develops. يعني knowledge خاصة بال also becomes a date. يعني date شو معناها technical هذه؟ يعني تنتهي بالزمن. شو معنى تنتهي؟ معناها إنه يعني زمان إحنا على أيامنا إحنا يعني أنا طبعاً أتكلم عنها، كانت اللغة اللي هي لغة الكمبيوتر قالت الفورتران، وكان في سنترال مش عارف whatever يعني مركز تعطيه انت ورق ودير بانشين كارد، يعني تو خش التاريخ. فالزمان اللي عنده اللي تو اللي زمان كان ضليع في الفورتران لانجوج يعني وكذا، الان يعني هو في البايثون ما هناك شيء، تو خشت على البايثون وخشت على السي بلس بلس، يعني حتى الافشنسي بتاع اللغات هذه كانت اكبر واحسن وافضل. وبعدين في تو باكسز يعني زي مثلا زي الماتلاب وزي يعني برامج تانية، يعني day by day في تطوير كتير جدا في العملية هذه. وبالتالي يعني المهارات التكنيكال سكيلز او الهارد سكيلز هذه بدأت التكنولوجيا تحل محلها. يعني التكنولوجيا بدأت تسهل عليك حل المعادلات، يعني برامج تحل المعادلات، بس حط المعادلة انت ونص البطن يطلع لك الحل، ما عاد في كيف تفكر وكيف تدير وكذا. طبعا هذه راهي فيها وجهين، يعني اذا اعتمدت بشكل اساسي على هالتكنولوجيا هذه، يعني في أمور أخرى اللي هي ديزايننج والتفكير والإبداع، ويعني هذا ما عاش فيه، ما عاش بتولي يعني تكتر بك أي حاجة خلاص. ممكن يديروا لك مطبخ لا آلي، يحط الماتيريال من هنا تطلع لك أي حاجة من غادي تبي تاكلها أنت، واتي أجهزة ما في داعي لتعلم طبخ لا واحد لك، يعني في الحوش ممكن تدير هذا one day will happen. المهم transferable skills the person develop will be remain with him and grow throughout his working life. أنا لاحظ أنا ولكن بط البطة دي ولكن يجي واحدة تانية مخالف للكلام الأول. يعني فالتكنيكال سكيلز تنتهي ونتيجة التطور السريع للتكنولوجيا والمعارف، ولكن المهارات الشخصية اللي أنت تتعلمها مثلا طريقة الكلام، الإقناع، المفاوضة، قيادة الفرق، أنت تكون ليدر يعني قائد، يعني عندك صفات القيادة الناجحة، هذه حتقعد معك، هذه تستمر معك أطول فترة ممكنة، أطول من التكنيكال سكيلز. ليست نوع من الدعاية للترانسفيربل سكيلز، ولكن هذا هو الواقع. فأنت مضطر أنك أنت تتابع التكنولوجيا إذا كان أنت تخصصك في التكنولوجيا whatever. يعني كل وإحنا بالذات في الكلية أنا يعني كل التخصصات هي علاقة وطيدة جدا بالتقدم التكنولوجي، يعني ومتقدم مطرد كبير جدا ممكن أنت تلحقش عليه. يعني ما قريت أنت الفصل هذا، يمكن أنت في نص الفصل طلعت تكنولوجيا جديدة في العالم ممكن توصلك أنت بعد 10 سنين أو بعد 5 سنين whatever. وهذه هي مواكبة التطور تكون صعب شوية. أوكي، إحنا نفس القصة نفس الكلام اللي قلنا عليه. أوكي، ليش أنت تحتاج لها العمليات؟ لماذا تحتاج لها القصة؟ مهمة جدا. التوظيف لما بتمشي أنت لأي شركات كبيرة تبي توظف فيها أو شركة بتشتغل أنت يعني أو حتى على مستوى العالم، الآن سوق العمل هو عالمي مطلب، يعني بدأ عالمي مفتوح، ما عاد في سوق محلي. يعني يجي واحد أي واحد من برا ينافسك على الموضوع في بلادك ويأخذ منك ويأخذ منك الوظيفة وأنت تتفرج وهو أكثر منك. وضربنا أمثلة كثيرة في كثير من وقلنا مثلا زمان تو معشية ومعشريتهم من الممرضات الفلبينيات والممرضات المحليات، يعني نعرف المهارات اللي عندهم هم والمهارات اللي عند الممرض. للأسف الشديد هذا طبعا موضوع طويل عريض، ولكن إذا خيرت أنت بأن يعني ممكن sorry for this إنك تضرب يبرع عند الفلبينية ولا عند 6 محلية أخرى يعني ممرضة، أنت حتى لو كانت المحلية عندها مهارة كويسة لكن أنت حتجي لي وين؟
للفلبينية اللي نافست على الوظيفة هذه على الليبيات. ليش؟ لأن عندها سكيلز، عندها مهارات. المهارات هذه تم تعليمها في كليات أو في معاهد، يعني لازم تكون عندها مهارة. يعني من ضمن المهارات المهمة جدا في الطب بالذات اللغة الإنجليزية، لأن كل شيء في الطب هو باللغة الإنجليزية، حتى بيكتب لك الوصفة بيكتبها لك باللغة الإنجليزية. يعني ما في، لو كتبت لك أنا يعني دواء هو إنجليزي whatever، كتبت لك بالعربي مش هيفهم أنا، ممكن أنت ما يفهم وما يفهم. في وظائف أخرى، في مهام أخرى، يعني لما تحط مثلا ممرضة من برا من دول متقدمة، يعني أقصد هذا مثال، يعني مجرد مثال بسيط. يعني يفضل أن مثلا في الناس اللي كذا، حتى سوري فاضيس، حتى رؤسائنا واحد يعالجوا برا ما عندهمش تيخة في المستشفيات نتاعنا، نتيجة السكيلز، نتيجة المهارات اللي عند هؤلاء الناس. وفي نظام وفي معايير وفي كثير جدا، يعني في ضوابط، ضبط الضبط، ثقافة الانضباط عند كل الناس، ما يعني بها ستاندرز هذه. anyhow الآن اللي بيوظفوك الناس اللي مصحاب الشركات، لأن العالم ماشي للتخصيص، يعني ما عايش تلقى شركات عامة الدولة يحطك ولد عمك ومش عارف شنو كذا، لا لا لا، أنا شخص هذا مسؤول يبي يربح ويبي كذا، وفي استراتيجيات وفي تخطيط وفي كذا. إذا أنت ما قدمتش ضعف الإنتاج متاعك، على الأقل ضعف الإنتاج أو ضعف الراتب اللي أنت تأخذ فيه، حتكون حتلقى روحك في الشارع. وصلت إلى 6 أضعاف في بريطانيا في بعض المؤسسات الكبيرة. يعني لازم أنت كشخص موظف أو شخص فني أو مهندس whatever، لازم تطلع بما مقداره أو يعني معدله 6 أضعاف الراتب اللي أنت تأخذ فيه. يعني أنت عبارة عن sorry for this، يعني أنت عبارة عن بقرة حلوب، لازم تكون كذا. إذا ضعف شوية العليب يقول لك sorry، يجيبوكم على الباب ويقول لك روح. إذا لازم تكون عندك أنت سكيلز، مهارات متعددة غير الهارد سكيلز قلنا عليها، باش أنت تقاوم، باش أنت تقدر أنك أنت يعني تقعد أطول فترة ممكنة في الـ في الـ في, الـ في الشركة. أوكي، نجول المهارة الأولى، يعني decision making، يعني صناعة القرار. يعني صناعة القرار لابد تكون عندك قدرة على صناعة القرار. تجي تحطوك مثلا أنت رئيس قسم ولا مدير إدارة وترقيت وكذا واحد، وبعدين تقدرش تاخذ قرارات، ما تقدرش تصنع قرارات، ما تقدرش تصير قرارات. يعني سمات شوية، سمات هذه المهارة اللي هي identifying opinions evaluating them، يعني لازم تكون عندك قدرة على التعرف على الآراء وعلى تقييمها، and then choosing the most appropriate course of action، وعلى ضوءها أنت هتاخذ إيش، هتاخذ أفضل إجراء أو تختار أفضل إجراء ممكن تتخذه في هالموضوع هذا. يبقى هذه يعني باختصار، هو هذا يعني مش عملية سهلة decision making، يعني لكن هذا بالاختصار. يعني آراء، ممكن الآراء أو وجهات النظر أو النظريات whatever، يعني أي معلومة أخرى تفيدك في اتخاذ القرار، أنك أنت تستطيع أن تتعرف عليها، سواء كان من شخص، من مصادر أخرى كتابية، تحريرية، شفوية، يعني فيديوهات whatever، تحليل، كل هذه الأوبينيون هذه أنت identifying، تستطيع أن تتعرف عليها، الآراء والأفكار وغيرها. والأهم من ذلك هو تقييم هذه الأفكار، and then وبعدين بعد لقيمت أواد واخترت أنت 50 رأي ولا 40 ولا 3 حتى أرى، يبقى لك القدرة على تفضيل واحد الآخر، وعندك المبررات، تستطيع أن تقول اخترت هذا لأن 1 2 3 4 5، باش أنت تتخذه في الإجرام تاعك، باش أنت توضحه في الإجرام تاعك. هذه واحدة من القارات، ما نقروش احنا فيها هذه، ما عندناش في الكنترول والكوميونيكيشن والكمبيوتر decision making. no. رقم 2 problem solving، تستطيع أن تكون قادر على حل المشاكل، على طرح الحلول على الأقل، أو اقتراح الحلول على الأقل. Identifying and using an appropriate method or techniques to arrive at a solution، يعني أنت بعد لا تكون عندك القدرة على التعرف على المشكلة، عندك القدرة لتحديد الأدوات اللازمة والتقنيات اللازمة للوصول إلى الحل، أنت قادر على استخدامها. أوكي، قادر على استخدامها، أو على الأقل قادر على التعرف على من يستخدمها بشكل فعال، ويمكنك أن توجهه للتوظيف ذلك في حل المشاكل. وفي حتى problem solving، يعني التمارين، تمارينات
أن المفروض يكون فيه تمرينات على هذا الأساس، والمفروض أن وحدة الخريجين تكون واخدة بالها من الموضوع هو، يعني لازم أن صمها، ويا أما يعملوا فيها ندوات في الكلية، يا أما يعملوا فيها محاضرات مستقلة ما فيهاش تعقيد، يعني ما فيها امتحانات، لكن لابد أنك أنت تحضرها، يعني خلينا نقول إجباريا حضورها باش أنت تستفيد منها الكلام هذا، لكن ما لهاش درجات، لكن لازم تحضر. ما تاخذش مثلا لا تستلم شهادتك الا ما تحضر الدورات هذه وتكون واخذها. Sometimes we have to use this، يعني لازم to force them to go to the class. ها اوكي، نجي لثلاثه، planning التخطيط. يعني ما فيش تخطيط، ما يعلموا فيك في التخطيط. Working out how to schedule the available resources، يعني انت عندك كيف انك انت ترتب أو تعمل جدولة للموارد الموجودة عندك في المؤسسة أو المتاحة لك في المؤسسة، and activates in order to meet an object، وأنت توظفها أو تستخدمها في تحقيق الغايات وتحقيق الأهداف. يعني أنت عندك مصادر، كل كثير من المؤسسات مصادرها يعني محددة، ولكن الأهم في الموضوع هو أنك أنت كيف توظف هذه المصادر المحددة، حتى لو كانت محددة وبسيطة، كيف تستطيع أن تخلق منها يعني نتائج جيدة. وهذه أهم حاجة، هذه عملية التخطيط، عملية التخطيط عملية مستقبلية، عندك أنت الإمكانيات وكذا واحد، وكيف توظفها في أنك أنت بعدين تحقق أهدافك. لكن في اللي عنده موارد بلا حساب، ولكن يبرزقها ويفسدها لأنه ما عندهش تخطيط. حتى على مستوى الدروس نتاعك انت، بلانينج تايم نتاعك، يعني كيف ان تدير تخطيط للوقت نتاعك، اتس فيري امبورتنت. هذه معناها تلقى روحك ان الوقت فات وما لحقتش وما عرفتش وما فهمتش، وتجي في الامتحانات وتبدا تبي تقرا. ولا ذس از نوت ذا واي، مش هذه الطريقه السليمه. فيو هاف تو، يو هاف تو، يعني احنا انا المخاطبه الناس المسؤوله في المؤسسات التعليميه بالذات، إنه يأخذوا بالهم من هالسوفت سكيلز، هي مهمة جدا، هذه معروفة، هي غير ما فيش من يفكر إنه يعملها. الكوميونيكيشن، الأورال كوميونيكيشن، يعني طريقة التخاطب الشفوي، يعني أنت كيف تتكلم، لابد إنك أنت عندك قدرة على إنك ترتب أفكارك وتضعها في صياغات، وتستطيع أن تستغل المعلومات بشكل فعال، وتوظيفها في جانب شرح الأفكار وشرح المقترحات، ويعني أنك أنت تعطي معلومات بشكل فعال بحيث أنك أنت تحقق لك الهدف. يعني مش أنت تقعمس بس أنت يعني قادر على دوة، يعني دوة وخلاص. نو لابد تكون هذه الكوميونيكيشن أو الكلام اللي تقول فيه أنت، أو طريقة to express the idea، يعني كيف أنك أنت تحط الفكرة أو كيف أنت تشرحها بطريقة، يعني أنت مرات تحتاج إلى أن تقنع الذي أمامك بحيث توظفه معك، يعني يعني تقنعه أنه هو يشتغل معك. This is very important. إذا كان أنت ما عندكش المهارة هذه، ما تقدريش أنك أنت يعني، هو في الأخير بيقول شنو يقول هذا شنو. لكن لما يكون عندك أنت الأفكار متاعك، تقدر أنك أنت توظفها بطريقة سليمة، تدخل بها معلومات اللي هي يعني تستطيع أن تجذب بها هذا الشخص. هذه هي المهارات، هذه واحدة من المهارات، الأورال كوميونيكيشن اللي هي الشفوية. تو عندنا الريتن كوميونيكيشن، يعني أنت تكتب رسائل، تكتب تقارير، وتكتب الريتن كوميونيكيشن مهمة جدا، نتكلم عليها المخاطب وكذا. وهذه التقارير الفنية يعني واحدة من المهارات اللي أنت مفروض تتعلمها، بحيث أنك أنت كيف تقدر تصيغ بروبلم معينة في مشروع معين، أو نتائج، أو تحلل نتائج أو كذا، كيف تصيغها أنت في شكل كتابي. هذه أنك أنت لو واحد ما يعرفش نحو ولا ما يعرفش إملاء، هذا بيكون عنده سكيلز متاع ريتن كوميونيكيشن أبدا، يعني هو مش حيوصل، لأن الكلام يكتبه ملخبط، يبقى producing grammatical well expressed easily understood. يعني هاي لو واحد يقول لي أنت تشرحها وتحطها بطريقة صحيحة وسلسة، بعدين easily understood، يعني هي تفهم بشكل بسيط. واحد يقول لي وندر عليها، أنا اللي قدامي هذا بيفهم ما بيفهمش، وندر عليها. هي هذه السكيلز، انك انت كيف تحطها في ابسط طريق او في اسهل طريق.
مش كل واحد يقدر يكون كاتب، مش كل واحد يقدر يكون عنده المهارة انه هو يكتب صح، لازم تتعلمها وتتدرب كتير جدا. takes long time to do this. وبعدين يبقى عندك الستايل متاعك، فيختلف كاتب من كاتب آخر وكذا، واحد كل واحد عنده مهاراته وعنده طريقته في الستايل والكتابة وكذا، وكلهم كويسين. okay how to make the text interesting، يعني ممتع. عندنا احنا الناس اللي oral communication هذا، ما يقول لك هذا والله كلامنجي، هذا يتكلم يعني لسانه حلو، يعني هذا بمعنى آخر يعرف كيف، في موهبة. لكن الموهبة دي كل العملية دي مواهب كانت مقصورة على الناس معينة في الإنسانية بشكل عام يعني. بعدين التعليم والتعلم أصبحت هذه المهارات متاحة بأن هو يتم تلقينها وحقنها لناس أخرى ما عندهاش تولي عندها. هذه مهمة التعليم، واحدة أو واحدة من مهامه خلينا نقول. أوكي نيغوشيشن، هذه المفاوضات، يعني بتخش انت في مفاوضات بعدين. شركات المهندسين اللي زمان يقروا في الجامعات ويقروا في المعاهد وكذا، الان ترقوا في الشركات وكذا ودخلوا الاقسام وولوا قياديين، وهم خشوا في عمليه مفاوضات على مشاريع وعلى فلوس وعلى قدرات وعلى يعني بناء استراتيجي، حاجات استراتيجيه يعني. فهم يستطيعوا ان هم يناقشوا، يستطيع ان هم يخش في 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 جدال ونقاش مبني على اسس، وهو عنده من المعرفه والقاعده المعرفيه في المواضيع اللي هو يتكلم عليها بشكل يستطيع ان يقنع الذي امامه مهما كان. وهذه طبعا مهارات تحتاج الى وقت طويل، لكن لابد ان نبدا في يوم ما. يعني احنا ما بديناش، احنا المفروض نبداها من الابتدائي، يكون المعلمين والاساتذه وغيرها في مختلف مراحل التعليم يكون عندهم علم بهذه الاشياء، ويكونوا مدربين على اكتشاف هذه المهارات ومدربين على تطويرها بطريقه معينه، في ادخالها في المنهج التعليمي بطريقه او باخرى. اوكي adapting يعني تبني، يعني انت او قدره على التحول، يعني انت changing or modifying your behavior، يعني انت عندك قدره على تغيير وتطوير سلوكياتك in response to the needs، يعني استجابه للاحتياجات او للحاجات او للوشز، يعني للتمنيات or demands of the others او متطلبات الاخرين. انا اعطيك مثال بسيط، مثلا المؤسسات التعليمية الآن كيف استطاعت أن تغير من استجابتها لكورونا؟ الآن فرضت علينا كورونا، واحدة من الحاجات اللي تو نتكلم فيها هذه هي إلكترونيك. الآن أنا مضطر أني نسجل المحاضرات متاعي، وكثير من الزملاء فعلوا ذلك، وفي جميع أنحاء العالم الآن بدأ التعليم الإلكتروني، غير إحنا ما عندناش بنية تحتية قوية، في يعني بنية تحتية متواضعة جدا في العملية بتاع التعليم الذاتي والإنترنت واستخدام التكنولوجيا في التعليم وغيرها. إذن أنت لازم يكون عندك أو عندك مقدرة على التغير أو على التغيير، أو خلينا نقول على التعامل مع التغيرات، يعني تقدر أنك أنت مدى استجابتك للمتغيرات، يعني وكيف تستطيع أن تستغل هذه المتغيرات في تطوير الأشياء اللي عندك أنت، سواء كانت مادية أو معنوية أو نظرية يعني. وهكذا حتى على مستوى المؤسسة، يعني الـ organization learning يسموه فيه، يعني كيف أنك أنت تتعلم وتتطور المنظمة، وكيف تواجه الأزمات وكيف تستجيب للأزمات وكيف تستطيع أن تنجح في اجتياز هذه الأزمات. مهمة جدا الموضوع، منها كورونا، يعني كورونا هذا واحدة من الأزمات، الحرب واحدة من الأزمات. إذن شو نديروا؟ كيف احنا مثلا، طبعا في كثير من الاجراءات دروها يعني كويس، مثلا الناس النازحين انا كنت واحد منهم، في الاطفال بيقروا، فلما تنزح انت لمكان معين تم استضافه مثلا في مدارس في مدن اخرى بعيده عليك ما كنتش تعرفها بكل، حتى المدرسه ما كنتش تعرفها ولا تحلم انك توقف قدام، لقيت روحك انك انت تقرا فيها او ابنك يقرا فيها او حد. adaptation هذا عبارة عن أنك أنت يعني كيف أنك أنت أكوموديت الظروف كلها دي بحيث تجيبها في صف أو تستغلها بأنك أنت تكون فعال إلى حد كبير. أو مثلا كيف نقدم تعليم ذو جودة في الأزمات،
وانت في الازمات، ناس في الخيام يقروا في الخيام، ممكن يقروا حتى في العراء، لكن بطش قرايه. انت كيف تتصرف، كيف هاو تو ادابت ذس، كيف تستطيع ان تستجيب لهذه المتغيرات. حتى في سوق العمل الان تطلع من الجامعه ما تلقاش عمل، لماذا؟ كيف تستطيع ان تغير انت، هاو تو ادابت ذا سيستم برا، كيف تستطيع انت انك انت تطور نفسك برا. يمكن انك تاخذ كورس ثاني او تحول مجالك الى، لازم تكون عندك قدره على المجال، تقول اوه انا والله قريت 5 سنين او 4 سنين في الاخير تو نجي نخدم هديه مش عارف شنو كذا. يس يو هاف تو، انت مجبر. وكثير في العالم يصير هذا الكلام، كثير جدا هم من يدرسوا التخصص نتاعهم. انا نعرف اصدقاء عندي اطباء سيبوا الطب للاسف، اي دونت نو واي، كل واحد وشغله، واشتغل في البزنس مثلا ونجح في البزنس، مع انه هو كان طبيب قدير يعني، مش من يعني اللي مها ونزح بالسيف خلينا نقول نو. لكن عندك انت عندك قدره على التاقلم. القياده حتى هي واحده من المهارات المهمه جدا، being able to lead and motivate، تستطيع ان تقود و يعني تحمس زي ما نقول او تحرك الناس اللي معك، يعني تحاول انك انت تلهبهم او تلهمهم بخططك بكلامك، زي ما قلنا احنا الاورال كوميونيكيشن وهذه السكيلز، وكيف انك انت توجههم وتخلق منهم فريق ناجح، سيت دايركشنز وتضع الاتجاهات وتضع الخطط وتضع اند وين ذا كوميتمنت اوف اذرز، وتستطيع ان تفوز بالتزامهم وبولائهم ليك انت. يعني ما تلقاش واحد مثلا انت هو كلهم متعاقدين منك يعني هم بيديروا الشغل بيديروه باقل ما يمكن، هذا كان قعدوا تحت المراقبه وكان انفلتوا معناه مش حتحصل منهم شيء، بكره هتسقط المؤسسه وبالتالي انت تكون قائد فشل. اذا هديه حتى هي من المهارات. واحد يقول والله ممكن واحد يولد هو قائد، ما يعني نادر جدا الكلام هذا، ولكن تحتاج إلى يعني هذا تساؤل كثير، تم تساؤل في كثير من الأبحاث، ولا هل هو فن وإلا موهبة؟ يعني هل هو فن؟ هو فن، في موهبة صح، لكن هو فن أيضا. يعني تقدر أنك أنت تطور في الأخير بكرة وتقدر تكون قائد في لم تتح له الظروف أن يكون قائد. هذا هو بزنس أويرنس. الآن بدأ العملية، أنت هو مهندس كوميونيكيشن بس لازم يكون عندك وعي بالأعمال، يعني بإدارة الأعمال أو البزنس اللي صاير، يعني لابد يكون عندك، لأن هذا شغل مربوط بالحياة حد ذاتها. يعني انت مرات مهندس انت مش بتبيع وتشري، لا انت بتفاوض على شراء اجهزة لشركة معينة، هذا بزنس حد ذاتها. فلازم يكون عندك انت علم بالواحد، يعني انت ماشي تفاوض عليه جهاز مش عارف حقه مثلا، مش عارف امكانياته، مش عارف كيف تفاوض عليه، مش عارف كيف انك انت ممكن تخاطب شركات اخرى تستفيد من السوق، التفاوت اللي موجود في الاسعار، التفاوت اللي موجود في القدرات نتاعت الأجهزة والمواصفات نتاعها وكذا. فتحتاج أنت لبزنس أويرنس، لازم تكون عندك وعي بالبزنس اللي صاير وكذا، أو على الأقل فكرة كيف تدير بزنس، كيف كذا، interests and knowledge of the commercial environment. يعني أنت يعني الحاجات اللي هي أنت ترغب فيها وكذا، أو أنك أنت تقدر تشتغل فيها، والمعرفة اللي خاصة بها، المعرفة التجارية في البيئة التجارية، يعني المعرفة اللي ما يخص كل ما هو يهمك في البيئة التجارية مهمة جدا. هذه بزنس اويرنس، مش تكون متخصص انت، مش ضروري 100%، لكن تعرف الأسس والمبادئ نتاعها. رقم 10 سيرشنج انفورميشن، انت تحتاج لبعض الأشياء، مش كل حاجة تعرفها انت، لكن عليك ان تعرف كيف تبحث عليها، هي هذه القصة. يعني لازم يكون عندك مهارات استخدام الانترنت، استخدام مصادر بأسرع ما يمكن، انك انت تقدر تقرأ بسرعة، سكان ومش عارف ايش، طرق مختلفة للقراءة. يعني finding information appropriate to an issue، يعني انت المعلومات الآن يعني بالهبل زي ما نقوله، فانت من الصعب جدا انك انت تستطيع ان تأتي الى المعلومة المناسبة الا بتطوير السكيلز نتاعك، بتطوير مهاراتك، انك انت بسرعه تجيها على طول، وتقدر انك انت تقدر توظفها وتعرف ان هذه طول ومصادرها وتجيها ومصادرها المختلفه، وتقدر انك انت تتعامل معها وتوظفها لصالحك. هذه واحده من الاشياء، لان مرات تو في بعض سوري يعني انا
في بعض الأساتذة كان يديروا أو يديروا أو يستخدموا في حاجة اسمها open book exam. الopen book exam جيب كتابات أنت على كلمة بنتها جيب، لكن أنت في الامتحان شو يصير لك؟ finding information، تبدأ تدور في المعلومات وهذا يفوت الوقت. It's not the case. فقبلها مفروض تكون أنت كيف المعلومات، لازم يكون عندك أنت قاعدة معرفية أساسا على شن تبحث وكيف تبحث ومنه اللي بتبحث، وبالتالي تقدر أنك أنت توصل للمصادر بكل بساطة وفي أقرب وقت وأقل وقت وأقل مجهود، بدأ يتوفر كتير. رقم 11 flexibility. المرونة. flexibility هذه الأجلتي يسموا فيها، أو يعني مرونة خلينا نقوله، اللي هي being able to change plans and respond to new information and or situation. هي اللي نحكي عليها flexibility، زي ما كنت قلت adaptation اللي هي التبني، اللي تتبنى شيء معين أو accommodate شيء معين something like this. انت تقدر تتبنى زي تشبه، هذه هي من نفس الفصيلة، هذه نفس الشيء، وهذه هي مهمة جدا الآن فيها كتب وتخصصات، يعني الأجلتي هذه بالذات being able to change plans، يعني عندك القدرة أو المقدرة أنك تتغير الخط نتاعك، مش يقولوا خطة A وخطة B، أيوة هذه واحدة من الحاجات، هذه يعني خطة A وخطة B، فلازم تكون عندك القدرة على تغيير الخطة والاستجابة للتغيرات الجديدة، سواء كانت معلومات وإلا أحداث، زي ما توه صاير بالضبط قلت لكم أنا مثلا الكورونا والحرب وكذا، ولما جت الحرب عليك انك انت تغير الخط نتاعك، لانك انت مش ماشي في وقت ستريت فورورد، يعني سلام وكل شيء متوفر وكل شيء موجود، نو واي. كيف تستجيب انت لمعلومات جت جديده لك انت؟ مثلا الان احنا نقروا باجراءات معينه واحتياطات معينه في كورونا وكذا، واحد وكل الاجراءات كويس مش عارف، الان جاتك معلومات ان قالوا لك الاحتياطات نتاعك هذه ما عادش تمشي، لان في حاجه جديده، في نسخه جديده ما عادش تمشي معاها، انت شو تدير؟ يو هاف تو بي فلكسبل، يو شود نو هاو تو بي اجل، لازم تكون انت عندك قدره على التغيير وعندك قدره سريعه على الاستجابه للمتغيرات، وانت تتصرف بحكمه وبطريقه سويه، لان في اللي يتلخبط لما تجي كل الحاجات هذه خلاص ما عادش يقدر يدير شيء. الاي تي ليترسي هذه كلها، يعني تعرف انت الانفورميشن تكنولوجي، يعني الحاجات الجديده اللي كلها خاشه في الانفورميشن تكنولوجي، يعني كلها من بدايتها بكل الطباعه واستخدام الكمبيوتر وكذا كذا، وبعدين تمشي الى ابعد من هيك، يعني لغات و هذه كلها انفورميشن تكنولوجي، يعني تو موضوع واسع كبير جدا، ولكن لابد ان يو جراسب او انك انت تقدر انك انت تكون عندك المينيمم على الاقل اللي يمشيك، وتتعلم دي باي دي، مهمة جدا هذه. تايم مانجمنت، يعني لازم تكون عندك قدرة على الإدارة في إدارة الوقت. الوقت مهم جدا الآن، لأن في سباق مع الزمن، حتى تو احنا لما نسمع بين لقاحات كورونا الشركات تتسابق يعني تسابق الزمن، زي ما نقول تسابق الزمن في من هي اللي تنزل السوق اللي افضل لقاح بشيء تربح فلوس، يعني تربح ماديا. فهنا إدارة الوقت، يعني مش أنت ممكن أنت ممكن تقرأ الموضوع تبي ثلاثة أيام أو أسبوع أو حتى شهر، لكن هو المطلوب مش منك أنت شهر، مش مطلوب منك أنت شهر باش تنجز مهمة معينة، يقول لك الديدلاين متاعك الوقت متاعك ينتهي بعد يوم 24 ساعة لازم تجيب لي النتائج متاعك، فأنت في صراع مع الزمن، يبقى باش انت تتغلب او تكون الفائز في هذا الصراع عليك معرفة كيف تدير هذا الوقت، كيف تديره ability to manage personal tasks، يعني انك انت كيف تستطيع ان تدير المهمات الشخصية والمكلفة effectively بطريقة فعالة، ان to meet deadlines. حتى في الامتحانات في الواجب مثلا او في التاسك، في المهام اللي يعطوه لك، المهام الدراسيه نتاعك، تجربه واحد كذا، يقول لك انت لازم تجيب التقرير نتاعك الساعه 5 يوم كذا كذا، اذا جبتها الساعه 5 و5 فانت مش مضبوط، يو كانت ميجر انت سوري يو كانت مانج التاسك نتاعك او المهمه نتاعك، انت فشلت فيها العمليه، فما بالك على مستوى مؤسسه كبيره كيف تدير هذه هنا. والمؤسسه هذه يعني تعرضت إلى مثلا أزمات، سواء أزمات عامة أو أزمات خاصة، كيف أنت تستطيع أن تدير هذا؟ لأن كل شيء هو function في التايم، مش نقروا فيه إحنا كلها في حتى في signals and systems ولا ورفيم، أي حاجة حتى عمر الإنسان is a function of time. كل الدنيا هذه هي دالة في الزمن، يعني هي تتغير بتغير الزمن أو يتبدل عليها الزمن.
إذن أنت محتاج إلى أنك أنت كيف تدير هذه هذا الوقت، لأن الوقت هو الحياة، فبتدير حياتك، هو المهام اللي أنت بتقوم بها، كل النشاطات اللي هي عبارة عن وقت، فبالتالي أنت مضطر أن تدير ذلك. تقول والله أنا لا فاتتني الطيارة، أنا بدي نمشي بسرعة، يعني أنت معناه وقت، أنت تسابق الوقت الآن. إذن كل شيء في الحياة دي هو وقت. إذن you have to تتعلم، لابد أنك أنت تتعلم كيف تدير الوقت. النيوميرسي اللي هي ability to use and work with figures، يعني أنك أنت تستطيع أنك أنت تعرف تقرأ الأرقام وتقرأ الداتا وتستخدمها وتوظفها في العمل متاعك، يعني البيانات المعلومات كل هذه الأشياء تستطيع أن توظفها، عندك القدرة أنك أنت توظفها. تيم ووركينج هذه هي مهمة جدا، اللي هي العمل ضمن فريق، الابيليتي تو ورك افكتيفلي، يعني انت عندك قدره على الشغل بطريقه فعاله من ضمن الاخرين، يعني الاخرين هذول ممكن يكونوا من عده ثقافات، يعني انت مهندس كوميونيكيشن تشتغل في شركه كبيره، هذه الشركه يشتغل فيها المان وفلبينيين ويمنيين ومش عارف نو ويونان وخلط الدنيا. So how to be able to work within these groups، فهذه مهمة جدا، يعني هذه يبقى هذه لابد احنا في المنصة التعليمية يمكن ان نحسن من اداء الفرد داخل الفريق بانك انت تعطيه مهام يعني جماعية، ثم تستطيع ان تقيم كل شخص داخل الفريق، والتقييم الشخص الفردي داخل الفريق كمتكامل من يعني صعب، مهمة صعبة يعني، وفيها ابحاث في هذه القضية، لكن المطلوب الآن يعني كيف تستطيع أن تشتغل ضمن الفريق وتكون ناجح وتقدم وتقوم بدورك بشكل فعال. ability to priorities، يعني كيف أنت تضع الأولويات، يعني عندك أنت مصادر، عندك أهداف، عندك كذا، كيف تستطيع أن تضع الأولويات، يعني كيف تستطيع أن تأخذ قرار اللي هي decision أو صناعة قرار، كيف تقدر أنك تحط الأولويات، يعني في حاجة قبل حاجة، فأنت إذا ما عرفتش تحطها قبل حاجة فأنت ما تستغليتش الموارد، في نفس الوقت ضيعت الجهد والوقت. معليش تسكري الباب يا سمحت، تسكري الباب يا سمحت، نسجل توا في المحاضرة معليش. هنا يعني أنت finding evidence for your TS. Many students find difficult to identify, write down the transfer skills. يعني هل من الطلاب يقول لك احنا عندنا صعوبه في ان احنا نتعرف شنو هي الوظائف التحويليه او يعني المهارات التحويليه اللي احنا عندنا، احنا كيف نتعرف عليها؟ طبعا هنا في تكنيك، احنا حنمشي على السريع على هذه، في 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 هلبة انت عندك هلبة نشاطات درتها، ما انت ستودنتس ما عندكش خبره في العمل، لكن عندك ممكن مهارات، انت في كشاف برا درت اعمال يونيفرسيتي مثلا كورس بروجكتس، مثلا درت اعطوك بروجكت في اليونيفرسيتي نتاعك ولا في الكليه نتاعك درتها، كيف تصرفت، كيف درت هذه كلها، هذه نوع من المهارات انت تبي تتعلمها او المفروض انك انت تتعلمها. ترافلينج في الواحد في السفر، بارت تايم جوب، خدمت بطريقه يعني في الصيف، خدمت بعمل تطوعي، كل هذه الحاجات هذه ممكن تعتبر لك انك انت ايش مهارات، او تقدر انك انت توظف فيها نوع من المهارات. في تكنيك اسمه ستار، يعني في اداة معينة او يعني اداة معينة انك انت كيف تكتب المهارات نتاعك او تحط لها الدلائل على انك انت عندك مهارة، وهذه طبعا الاس والتي والاي والار كل واحدة تعني شكل معين، هدية يعني تقدروا أنا مخليها لكم أنتم، يعني السيتويشن الاس التاسك الاكشن ريزالتس، يعني فهدية كل واحد يحاول أنه يعني من باب الحب على الاطلاع، وهذا أعطيكم اكزامبل أنا كيف تديروا يعني كيف تكتب الكلام هدايا في على التيم وورك وعلى سيرشنج انفورميشن وبلانينج وعند اورجانيزيشن، يعني كل واحدة تقدر تكتب عليها شوية حسب ما أنت السيتويشن كيف، تاسك كيف، كل واحدة يعني هذه عبارة عن تكنيك تساعدك بس في الكتابة، يعني
فهذه موضوع بشكل عام. Thanks you very much. شكرا جزيلا. هذه طبعا تقريبا محاضرة الأخيرة يعني، لأن هي محاضرة زايدة، في واحدة تانية مش زايدة هي لكن يعني خارج المنهج، في واحدة تانية خارج المنهج إذا كان في وقت ونعمل لها مرة أخرى ونشرحها يعني. يعني تقريبا الجزء النظري أو زي ما نقول إحنا اللي المنهج اللي موضوع أو كل المقررات اللي موضوعة أو الدروس اللي موضوعة على الشرائح كلها اكتملت الآن. حنعلمكم إذا كان في امتحانات أو في مقابلات تقدروا مثلا اللي عنده أسئلة واللي عنده كذا حنعمل فيه تقريبا يعني حنجيل النسق كيف نجول للكلية ونجتمعوا ونجاوب على الأسئلة إذا كان في حد عنده أي أسئلة. شكرا لكم.